Hi everybody, welcome back to Matt Sally TV. So for this reaction, this was actually a request I got on one of my YouTube videos on the comments section, and someone asked me to react to Algerian rap. So yeah man, as I've said before, I'm always open to listening to music from any country and any type of music as well. So I thought this would be interesting. I never heard anything or any type of Algerian music, so this should be a nice experience. And this one is Lofty DK, and the song is Juwande. So yeah, not sure what to expect. Just looking forward to hearing what this song's like. So let's give this a listen. The link will be in the description. Go watch it. Let me know what you think. Let's give this a listen. شكون انت؟ انا هو اللي ديما نحرس في الحدود. شكون انت؟ انا هو اللي نحمي الشعب من العدو. شكون انت؟ انا هو الدفاع بقوة البارود. انا هو اللي نضحي على الوطن ونموت كل يوم كل نهار كي نعس الراكدة نايا نبكرة. نبدا بالصلاة ندعي نقرا ونزيد نتذكرة. شوية ماكلة شرجي وهز الكلاش متكنة وهكذا نشهد وعلى ربي نروح نتوكلة. اركبة وراني رايح حربي للكفاح ضد الظالم ضد الخاين ضد المجرم والسفاح. الدراع في الدراع مع الرفاق تاع السلاح. ضربة واحدة قاضية قابضة قاسية تقسم النخاع. اخلاق جندي جاهد في الشتاء ولا في البرد ديما ساجي واقف جالس ولا منبطح في الارض. في الصيف في نص الحر ناس تتنعم في البحر والجندي راهو في الجبال بمئتين كيلو فوق الظهر. اهدر في البراري في الغابات وفي الصحاري غير ربي سبحانه العالي اللي عالمنا هنا بحوالي. انايا احلامي مش اموال تاع الشكيب. انا حلمي ربي يحطني مع المليون ونص شهيد. شي ما عندي فاد الدنيا نايا معايا رابي. راني واعي راني واعر راني فور ورابيد راني بربار جو راني مجاجي وعابلي. انا يا جندي البيبان تاع جهنم قبل ما تموت. يا المجنون الجنود راح يجوه يجلدوه يجدوه دمو كامل قطره قطره يشربوه يرهجوه بالرصاص الخارقه حارقه راح يدوق الساحقه والقوه تاع الساعقه. ثم صح في اللقاء جيل كتائب فرقه فرقه راح يرحيوه بالرطال ولا يعطيوه طلقه طلقه. وين تروح؟ رايح تلقى الجيش الشعبي بالمرصاد في الليميق كالاعصار وفي الرادار بالارصاد. الحصار بالاصرار انفصال انكسار والخناجر تاع الفصائل رايح تقطعك بالقصار. مهما صار في البلاد من الكوارث والزلازل الجندي راهو ديما نازل في القرى والمنازل يعاون في الناس العزل ما يحبسوا حتى خطر يضحي بروحه ولحمه وصحته غير في خاطر الوطن. خطر يا جندي مع لا ان بي شي ما عندي فات الدنيا نايا معايا رابي. راني واعي راني واعر راني فور ورابيد راني بربار جو راني مجاجي وعابلي. انا يا جندي جندي همومي ما نحكيهاش. مشاكلي راهي اكتر من رصاصتي في الرشاش. وعلاش نخدم بدراعي نبني ونحمي البلاد تاعي وما عنديش حتى الحق في السكن الاجتماعي. كونك واعي المداعي وش حتجيب لك الشهريه وانا اهلي ولادي عيالي متوحشهم بين عينيا. كي زادوا العوام عليا وعلاه ما شاورونيش وكي نموت كلهم مدي هذيك راهي ما تكفينيش. مين معليش راني صابر تحيا بلادي ويحيا الشعب. انا حياتي مش هلعب انا هي حياتي كامله تعب. كلهم المعيشه الزينه خليناها للقيادة ياما والكروش السمينة خليناها للقيادة. خطر شي ما عندي فاد الدنيا نايا معايا رابي. راني واعي راني واعر راني فور ورابيد راني بربار جو راني مجاجي وعابلي. انا يا جندي Hey man, so that was Lofty DK Juwande. Yeah man, that was like fire man. That guy was going hard that whole song. Like I don't know what the song was about,
But yeah, obviously the video is very centered on the army, and he's like holding a big gun, man, the whole time, man. It looked pretty intimidating. But yeah, man, really cool song. Or let me know what that song's about. Obviously, it's about the army or some war or something like that. I seem to have been watching a lot of songs about a similar content. I've been getting recommended songs about that a lot. So yeah, man, really cool. He just like has such a like strong rapping style, man. He's just like spitting hard bars, man. And then yeah, I like it when he like slows down and then just bursts into like the hook, the chorus, man. Really like cool song, man. Like very cool. Like, that was a good first experience of Algerian rap. So yeah, I'll be definitely listening to more. If that's what there is to offer, man, really, I really enjoyed that. So yeah, keep like recommending me songs, recommend me more Algerian rap if you're from Algeria. Who are the good rappers? What do you think of Lotfi D, DK? Yeah, tell me in the comment section. Go watch the video, the link's there, and we'll leave it there. Thanks very much. Thanks.